كم مسلسل يعني في مسيرتك الفنية قدمته؟ حوالي 49 50 تقريبا. 50 مسلسل 50. تلفزيوني. شيء جميل حقيقة. والله رحلة كفاح. يعني نحت في الصخرة. مش عايز أتكلم عن نفسي، لكن بقول أنه نتيجة أن أنا وأنا بشتغل وأنا طفل في التلفزيون، ثم ترددت كثيرا قبل ما أحول لمخرج. أنا كان ممكن أشتغل مخرج من زمان، لكن فضلت مساعد كتير، ما استعجلتش أن أنا أبقى مخرج. ودي رسالة للشباب، أن هم لو ما جالكش نص قوي ما تخرجش إلا لما يجي لك نص قوي. افضل مساعد بس ما تخرجش إلا لو جه نص قوي. ونص قوي بمعنى كمان إيه؟ أنه بيطرح قضية للناس، مش مجرد حاجة مسلية وخلاص. حتى لو مسلسل مثلا كوميدي بيطرح قضية؟ ممكن. طب ما حمادة عزه كان بيسرح قضية. صحيح. يتربى في عزه. يعني في الأول أنا بدأت المسلسل أكنه مسلسل تهريج، وحتى في البداية يقول لي يتربى في عزه. لكن في تتر النهاية أصريت أنه في أستاذ أميان باكت أمر بطولة النجم الكبير يحيى فخراني، وقال أنتخوا ده أنتوا جاتنا 67 خيبة. يعني هو كلمة جاتنا 67 خيبة دلالة على نكسة 67. وهكذا.